بمرورك عبر منطقة زويتينا بولاية جيجل تستوقفك طاولات لبيع أشكال مختلفة وألوان متنوعة من اليقطين أو كما يعرف محلياً بالكابويا، حيث شهدت زراعة هذه الفاكهة قفزة بسبب الإقبال عليها. بدات كينتاج ثانوي كانت بكري ما متوفراش كميه كبيره، ومن بعد لقينا الاقبال عليها، كي زاد الاقبال عليها زدنا في الانتاج، دعمنا الفلاحين، الزريعه حافظنا عليها طبيعيه ما تكونش مهجنه، تمد خير كبير. وبالتالي لما شفنا الخير هذاك بزاف وكذا ولينا نمدوا للناس، عادوا الناس نتاعنا المجتمع ديالنا يعني عاد يدي ويقعد الخير، وبالتالي ظهر الطالب، واحد يجي من الصطيف، واحد يجي من قسنطينه. الإقبال الكبير على فاكهة اليقطين يعود لفوائدها الصحية التي لا حصر لها، فأصبحت تجارة تضر الأرباح على الفلاحين. الزراعة ديالها سهلة بسيطة، ما تطلب لا مواد كيميائية لا ليزونغري لا والو، طبيعية 100%. حنا ونخمموا إن شاء الله باش نعودوا نديروها مادة استراتيجية، وتوسعوا في الزراعة ديالها، نولي نزرعوها بكمية كبيرة إن شاء الله ويكون فيها خير كبير، واللي ما لا حتى نسوقوها حتى خارج الوطن. عندها تحتوي على عدة معادن كما المغنيسيوم، الزنك، الحديد. الناس كاين عندها عدة استعمالات، كاين الناس تستعملها من أجل الدواء. كنشريوها مثلا نقشروها ونكسوا هذا المورص ونحطوها في الماء تغلي ونحطي لها الزيت تاع الزيتونة ونطيبوا الكسرة وناكلوا بالكسرة. ويأمل فلاحو الولاية إلى أهمية لهذا المنتوج الزراعي والاستثمار فيها.